بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي أبناء الشعب العراقي، تفاجأنا خلال هاليومين بعدما أصدرت أحد المحاكم أو القضاة بإلقاء القبض على بعض الجماعات الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليهم من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، وهو اليوم أعلى جهاز في الدولة. تفاجأنا بخروج بعض الجماعات المسلحة في الشارع ومتكونة من عدد من العجلات والأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة، وهذا ما يذكرنا بداعش الإجرام عندما كان يتجول في محافظة نينوى أو صلاح الدين أو العنبار أو ديالة. نسخة طبق الأصل مع هذه القوات اللي كانت تتجول وكانت ترعب الناس. لكن اليوم نريد نوجه رسالتنا، هل باستطاعة هذه الميليشيات أو هذه المجاميع الخارجة عن القانون أن تتحدى دولة لها علم ولها سيادة ولها رئيس وزراء ولها قوة عسكرية؟ الكلام ليس موجه للحج الشعبي، نحن نعلم من هم الحج الشعبي. الحج الشعبي الذي خرجوا بقانون أو بفتوى من المرجع الأعلى سيد علي السيستاني أدام الله ظله. والحج الشعبي متكون من عدة فصائل ومن عدة مجاميع من أبناء الشعب العراقي، وهم مجاهدين، لكن المجاهد لم يقتضي راتب. المجاهد المعروف لم يقتضي راتب، وعندما تنتهي المهمة مالته يرجع لأهله. الآن هذه المجاميع تقتضي رواتب من الدولة وبنفس الوقت تهاجم الدولة، يعني عندما تقدم